بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من جديد لتعليم اللغة الفرنسية من خلال كتاب بيالليغ إي كومبخوندغ. طبعا لازلنا مع هذا الصوت، صوت يه كما نلاحظ، وصلنا إلى هذه الفقرة. إذا رأينا العنوان لا سوربريز، لا سوربريز المفاجأة. الفعل الخاص بهذه الكلمة هو surprendre، يعني أنك تفاجئ. رأينا طبعا on a déjà vu menacer se tenir à table، c'est-à-dire que menacer s'asseoir à table، menacer se tenir à table. Elle ne parle pas. Elle tient bien sa fourchette. Elle a mérité une récompense. إذا menacer se tenir، طبعا من أن تعرف، طبعا رأينا بأن هذا c'est le verbe savoir، طبعا ومن كلمة le savoir يعني المعرفة. menacer، إذا من تعرف، menacer. Je sais، أنا أعرف. Tu sais، أنت تعرف. Il sait، هو يعرف. Nous savons، نحن نعرف. Vous savez، أنتم تعرفون. Vous savez. Écrire، أنتم تعرفون الكتابة. أو نقول مثلا Vous savez faire ce travail، أنتم تعرفون فعل هذا العمل. إذن Vous savez. Ils savent، هم يعرفون. Mina c'est se tenir à table، مينا تعرف، أن تمسك نفسها، المقصود أن تجلس à table حول المائدة. Elle ne parle pas، طبعا رأينا بأن هذا سلو فيرب بارلي يعني فعل تكلم، ومن كلمة لا بارول، إذا نتكلم عن الكلام. Elle ne parle pas، إذا هي لا تتكلم. Elle parle، هي تتكلم. Elle tient، طبعا هذا لو فيرب تونيغ كما رأينا، سلو فيرب تونيغ. Elle tient bien sa fourchette، Elle tient bien sa fourchette. إذن هي تمسك جيدا هاد الأداة. Elle tient bien sa fourchette. Elle a mérité une récompense. Elle a mérité une récompense. هي تستحق مكافأة. Elle a mérité une récompense. Viens avec moi Mina، dit grand-père. إذن تعالي معي أمينة، dit grand-père، يقول جد. Viens avec moi Mina، dit grand-père، كما نقول الأب الكبير، المقصود الجد. Ils sont bons au jardin، إذن هم ذهبوا في اتجاه في الحديقة. دي مينا، هم تقول مينا. Au milieu du jardin dans une cage il y a une jolie bichette avec de grandes oreilles et des petits yeux très doux. إذن au milieu du jardin، au milieu، par exemple c'est le jardin، au milieu du jardin qu'est-ce qu'il y a، dans une cage il y a، qu'est-ce qu'il y a، une jolie bichette، il y a une jolie bichette، exactement comme celle-là، il y a une jolie bichette avec de grandes oreilles، avec de grandes oreilles et des petits yeux très doux. في وسط الحديقة وفي قفاسين هناك ضبية صغيرة، avec de grandes oreilles، عندنا هنا بأذنين كبيرتين، المقصود بأذنين طويلتين، et des petits yeux très doux، ثم بعينين ظريفتين كما نقول. Je l'ai trouvé hier dans la forêt، je l'ai trouvé hier dans la forêt. في الأصل عندنا هنا j'ai trouvé، يعني لو فيرب trouvé تنسبقوه بلوكسيليير avoir au présent، فنحصل على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل trouvé، الخاص بفعل trouvé عنده او ار على الف. إذا جي تخوفي، أنا وجدت. جو
طبعا حنا راه في الحقيقه عندنا ج، ولكن عندنا هاد لوكسيليغ افواغ مبدوء بإين فويال سنحذف هاد أ ونضع أبوستخوف. طبعا عندما تغيب لا فويال، عندما لا تأتي مباشرة إين فويال بعد هاد ج طبعا اللي هي منتهية بأ، إذا في هاد الحالة تعود هاد أ إلى ج. إذا في الأصل تتكون عندنا ج أي تخوفي لا بيشات، لا لابيشات كما راينا لابيشات. اذا جي تخوفي لابيشات، طبعا عندنا هنا ا عندنا هنا او، ثم نضع ابوستخوف، غنحذفو هاد او ثم نضع ابوستخوف. اذا نقول جي تخوفي، ثم اننا غنحذفو هاد لابيشات لاننا تكلمنا عليها قبل، سنعوضها بلا، سنعوضها بلا. اذا سنقول ماذا؟ جي لي تخوفي، جو لي تخوفي، انا وجدتها. لو كان الكلام يدور حول كلمة مذكرة هنا، طبعا سنعوض هاد الكلمة المذكرة بلو، سنقول جو لو اي تخوفي. طبعا بنفس الطريقة غتكون عندنا هنا غنحذفو لان هاد اي مبدوء بإن فويال، نفس الطريقة كما عملنا هنا، عوضنا هاد لابيشات عوضنا بهاد لا. طبعا لا ايضا منتهية بأ كما عندنا هنا، مثلا عندنا هنا أ، اذا طبعا اي هاد اي ديال افواغ مبدوءة بأ، اذا طبعا سنحذف هاد أ ونضع ابوستخوف. اللي غيوقع هنا هو ان كلمة لابيشات غادا تسبق الفعل، هنا مكاينش مشكل، اننا تنتكلمو عاديا. جي تخوفي كما راينا فيما سبق غنصرفو الفعل لي هو الفيرب تخوفي او باسي كومبوزي، غيولي عندو لوكسيليغ. طبعا باش يكون في الباسي كومبوزي ضروري يكون عندو واحد لوكسيليغ هنا، يا افواغ يا اتر. مادام ان الجد هو وجد شيئا اخر، اذا طبعا غيتصرف الفعل مع افواغ ماشي هو اللي توجد. لو كان هو اللي توجد مثلا غنصرفو الفعل مع اتر. اذا الجد هاد جو تيتكلم هو على نفسه، طبعا تيقول جو لي تخوفي، يقول جي تخوفي، جي تخوفي لابيشات. إذا أنا وجدت هاد الضبية، إذا طبعا هو وجد شيئا آخر، الفعل هنا غيتصرف مع أفواغ. إذا حنا صرفنا هنا الفعل بشكل عادي، لكن ملي غنعوضو هاد لابيشات طبعا غنعوضوها بهاد آل. ملي غنعوضو لابيشات بآل غادي يولي عندنا وكأن هاد كلمة لابيشات اللي متمثلة في هاد الأبوستخوف اللي هي في الحقيقة لا، إذا غادا تجي قبل الفعل. هذه هي الحالة تقريبا اللي تيتساكوغدا فيها الفعل ملي تيتصرف مع أفواغ، ماشي بحال إتر، ماشي بحال إتر. نقول مثلا نصون باغتي، إذا كنا مثلا نحن إناث، إذا كنا نحن نساء مثلا نقول نصون باغتي، نحن ذهبنا. طبعا كلمة باغتي لو بارتيسيباسي دو فيغ باغتيغ غا ساكوغدي أفيك لو سوجي، يعني أن هذاك لو بارتيسيباسي ديال الفعل غادي يتأثر بلو سوجي. طبعا لو سوجي المقصود به الفاعل. اذا طبعا نتكلم هنا على الحاله اللي تيتصرف فيها لو بارتيسيباسي مع افواغ. امتى تيتأثر لو بارتيسيباسي؟ طبعا تيتأثر لو بارتيسيباسي ملي تيسبقو هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت، ملي تنعوضو لو كومبليمون دوبجي ديريكت بضمير كما عندنا هنا. هنا طبعا عندنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت المتمثل في هاد ال ابوستخوف، في هاد الضمير ملي جا قبل الفعل. طبعا هنا هاد لو بارتيسيباسي غيتاثر بهاد لو كومبليمون، غنزيدو الا كان هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت مؤنث غنزيدو لو اس الا كان جمع. اما ملي تتصرف هاد لو بارتيسيباسي مع اتر، ملي تتصرف الفعل مع اتر بحال لو فيرب بارتيغ اللي ذكرنا، هذا معروف بان اي فعل تصرف مع اتر طبعا في لي طون كومبوزي بحال لو باسي كومبوزي بحال لو بلوس كو بارفي الى غير ذلك، نتكلم على الازمنه المركبه. اذا اكيد هذاك لو بارتيسيباسي راه غيتاثر. الا كان لو سوجي مؤنث غنزيدو او، الا كان لو سوجي جمع غنزيدو اس، كان مذكر مفرد غنحذفو او اس، غنحذفو او ونحذفو اس،
ما غنزيدوهاش. على عكس افواغ، هذاك لو بارتيسيباسي ديال الفعل غادي يتاثر به الى بوستخوف. اذا هنا مادام اننا تنتكلموا على لا، تنتكلموا على لا بيشات، هنا غنزيدو اه. ملي هاد الكلمه المعوضه بضمير تتسبق الفعل، هنا تنشوفوها الا كانت مذكره ما غنزيدوش اه، كانت مؤنثه غنزيدو اه، كانت تتكلم على الجمع لو قلنا مثلا جو ليزي تروفي، مثلا انا وجدتهم، اذا طبعا سنقول هنا جو ليزي تروفي، انا وجدتهم، اذا طبعا سنضيف اس هنا. واذا كنا نتكلم عن اناث سنضيف او اس. هذه تكاد تكون الحاله الوحيده اللي تتاثر فيها لو بارتيسيب باسي بهاد، ماشي بلو سوجي، بهاد كما نقول المفعول به، لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هذا علاش نشوف هنا جو لي تروفي، انا وجدتها. اذا طبعا اضفنا هنا لان هذا الضمير، لان هاد ال اللي تتعوضين على بيشات جات قبل الفعل، لو ان بقيت بعد الفعل غنحذفو هاد او. اذا جو لي تروفي، انا وجدتها بالامس دون لا فوري، بعدما اظهر الجد لحفيدتي هذه الضبية الموجودة كما قلنا في القفص في وسط الحديقة. إذا عندما أراها هاد الضبية في القفص قال لها جو لي تروفي، إذا أنا وجدتها بالأمس دون لا فوري في الغابة. فوري فوري، إل فا موغيغ، هي ستموت. سان سا مامون، بدون أمها. دي مينا، تقول مينا. إذا مينا تقول له عندما قال لها الجد أنا وجدتها بالأمس في الغابة، قالت له مينا إل فا موغيغ سان سا مامون، سان سا مامون، هي ستموت بدون أمها، يجب أن ترضع، يجب أن تجد حليبا مثلا. إل فا موغيغ، طبعا هاد الصيغة اللي ذكرناها من قبل تتسمى لو فيتيغ بروش، ديما تنستعملو الفعل هنا معاه لو فيرب الي. إذا تيكون عندنا فعل تابع فعل، ماشي الفعل بوحدو، أما لك لو فيرب الي بوحدو، أنا تنتكلمو على الصرف ديال لو فيرب الي بشكل عادي. ولكن عندما نقول مثلا جو في سوغتيغ، أنا سأخرج، أنا سأخرج. إذا إل فا موغيغ، إذا هي ستموت. لو فيغ موغيغ هذا فعل مات، ومن لامور، لامور الموت. إل فا موغيغ، هي ستموت سان سا مامون، بدون أمها. دي مينا، تقول مينا. نو جو في لوي دوني دو لي، نو جو في لوي دوني دو لي، نو جو في لوي دوني دو لي، لا أنا سأعطيها حليبا. حتى هنا تنشوفو جو في دوني، جو في دوني، هذا لو فيتيغ بروش. عندنا لو فيرب الي بحال اللي عندنا هنا، جو في، ممكن نقول جو في اليكول، جو في او مارشي، انا اذهب الى السوق. ملي تيكون لو فيرب الي متبوع بفعل اخر في الغالب تيفيد لو فيتيغ بروش. اذا نو، لا، جو في دوني، جو في دوني دي لي على بيشيت، اذا انا ساعطي حليبا الى الضبية. إذا سيقول هنا نو جو في لوي دوني دي لي، لا أنا سأعطيها لوي، لا كما نقول جو في لوي دوني، أنا سأعطيها دي لي حليبا. كأن الجد يقول لحفيدته لا تخافي لن تموت لأنني سأعطيها حليبا. نو جو في لوي دوني دي لي، إذا يقول لها نو جو في لوي دوني دي لي تولي جور، لا أنا سأعطيها حليبا كل الأيام. نون جو في لوي دوني دو لي تو لي جور، لا أنا سأعطيها حليبا كل الأيام. إي كونت إل سوغا غروند، وعندما تكون كبيرة. إي كونت إل سوغا، طبعا سوغا هذا لو فيرب إتر مصرف في لو فيتيغ سامبل، ماشي لو فيتيغ بروش. لو فيتيغ بروش هو اللي تيكون فيه لو فيرب ألي مع الفعل المراد تصريفه
ولكن المراد تصرف فقط قولا، أما في الحقيقة ما تتصرفش، تبقى هكذا الانفينيتيف اللي تتصرف هو لو فيرب الي. نقول جو في دوني، تي فا دوني، إل فا دوني، هكذا تتبقى دوني نفسها الانفينيتيف. هنا تتصرف الفعل، ملي تنصرفو الفعل او فيتور سامبل. لو فيتور سامبل طبعا عندو لي تيرمينيزون الخاصة به، اي كونت ايل سورا غروند، وعندما هي ستكون كبيرة. نقول مثلا كون جو سوري غرون، يقول طفل اي كون جو سوري غرون، عندما انا ساكون كبيرا، مثلا ساقوم بكذا وكذا. اذا كون جو سوري غرون مثلا جو فوري مثلا لو كوميرس، مثلا عندما اكون كبيرا جو فوري، انا سافعل لو كوميرس التجارة، مثلا سأكون تاجرا. اي كونت ايل سورا غروند، وعندما تكون هي كبيرة، اي كونت ايل سورا غروند جو لا رابورتخي دون لا فوري، انا سأعيدها. جو لا رابورتخي، طبعا نتكلم على لو فيرب رابورتي، حتى هو مصرف او فيتور سامبل. جو لا رابورتخي، طبعا هاد لا تتعود على لابيشات، تعود على لابيشات. جو لا رابورتخي دون لا فوري، طبعا الفعل تبقى هو هو، لاننا ما تنتكلموش على لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. جو لا رابورتخي دون لا فوري، انا ساعيدها دون لا فوري في الغابه، المقصود انني ساعيدها الى الغابه. مينا كاريس لابيشات، غاردي لا، مينا كاريس لابيشات، مينا تلاطف كما نقول هاد الضبية، لابيشات أبور، لابيشات أبور، إذا لابيشات تخاف، طبعا هنا عندنا لابيشات أ عندها خوف، إذا نتكلم على لابور، لابور يعني الخوف، إذا هاد أ اللي هي أفوار، كما نقول أنها تفيد الملكية مجازا، يعني كأن هاد لابيشات تملك الخوف، ولكن المقصود أن عندها. عندما أقول أنا عندي قلم، عندما أقول أنا عندي قلم، المقصود أنني أملك قلم، تجيب هذا المعنى. إذا هنا هي عندها خوف، كأنها تملك هذا الخوف، يعني عندها، المقصود أنها تخاف. لابيشات أبور. إل ترومبل، إل ترومبل، طبعا نتكلم هنا على لو فيرب ترومبلي، إذا هي ترتجف. إل ترومبل، إذا هي ترتجف، عندنا أنا كما قلنا لو فيرب ترومبلي، طبعا مصرف في او بريزون. إل ترومبل هي ترتجف. مينا لوي بارل دوسمون، مينا لوي بارل، مينا لها تتكلم، مينا تتكلم لها، مينا تكلمها. دوسمون ببطء، بهدوء، تكلمها بهدوء حتى لا تخاف. لابيشات ابروش ا بوتي با، لابيشات ابروش ا بوتي با، اذا لابيشات ابروش، طبعا عندنا لو فيرب ابروشي هذا فعل قرب، واحيانا تاتي بمعنى سابروشي يعني اقترب، كما عندنا هنا لابيشات ابروش، اذا لابيشات انها تقترب، ا بوتي با، ا بوتي با، تقترب بخطوات صغيرة. أبتي با، طبعا هاد با تعني أيضا خطوة، لن نتكلم عن با الخاصة بلا نيغاسيون، نتكلم هنا عن كلمة با الخاصة بلا نيغاسيون. كما رأينا قبل قليل إل نو باغل با، با هادي خاصة بلا نيغاسيون، هادي خاصة بالنفي، إذن خاصة بلا نيغاسيون، خاصة بالنفي. أيضا نفس الكلمة طبعا على حساب المعنى، بحال اللي عندنا هنا ميمكنناش نقولو أبوتي با، نتكلم على لا صغيرة، يعني ليس لها معنى، أو نتكلم عن بوتي كما نقولون صغير ثم نضعها في النفي، ليس لهذا معنى. إذا طبعا من هنا تنفهم بأن هاد كلمة با المقصود بها الخطوة، طبعا هي تكتب بنفس الطريقة.
هكذا نميز بالكلمة طبعا حسب السياق. إذا لا بيشات أبخوش، لا بيشات أبخوش أبتي با. إذا هاد لا بيشات تقترب أبتي با، يعني بخطوات صغيرة. ألاش لما دومينا؟ ألاش طبعا لو فيرب لا شيء يعني لا حاسة. ألاش لما دومينا ثم تلحس يد مينا. ألاش لما دومينا ثم تلحس يد مينا. إذن كما قلنا مينا سي سو تونيغ طابل. إل نو باغل با. إل تيا بيا سا فورشيت. إل ا ميريتي اون ريكومبونس. في افيك مو مينا دي غون بيغ. إل سون فون او جاردان او دي مينا. او ميليو دي جاردان دونز اون كاج إل يا اون جولي بيشيت افيك دو غون سوراي اي دي بوتيز يو تخي دو. Je l'ai trouvé hier dans la forêt. Je l'ai trouvé hier dans la forêt. Elle va mourir sans sa maman, dit Mina. Non, je vais lui donner du lait tous les jours. Et quand elle sera grande, je la rapporterai dans la forêt. Mina caresse la bichette. La bichette a peur. La bichette a peur. Elle tremble. Mina lui parle doucement. Mina lui parle doucement. La bichette approche à petits pas. ألاش لما دومينا؟ ألاش لما دومينا؟ جو دو ليكتور كوم دابيتود. اسكو مينا سوتيا مال الطابل؟ اسكو مينا سوتيا مال سوتيا مال الطابل؟ اسكو مينا سوتيا مال الطابل؟ هل مينا سوتيا أن تمسك نفسها مال بشكل سيء الطابل حول المائدة. Ce que nous avons déjà vu dans ce petit texte الذي رأينا طبعا حسب هذا النص c'est que Mina soutient bien à table. أن مينا أن تمسك نفسها بشكل جيد à table. إذن سنقول هنا non مينا sait se tenir à table. إذن مينا تعرف تمسك نفسها بالمائدة. مقصود أن مينا تجلس جيدا في المائدة. نون مينا سوتيا بيان أطابل. إذن مينا تجلس جيدا حول المائدة. وي لا بيشات؟ وي لا بيشات؟ أو سو تخوف لا بيشات؟ أين هي لا بيشات؟ أين توجد لا بيشات؟ وي لا بيشات؟ لا بيشات إي تو ميليو دي جاردان دونز إين كاج. إذن لبيشات هي في وسط الحديقة في قفص في قفص. Pour la troisième question, où le grand-père a-t-il trouvé la bichette? Où le grand-père a-t-il trouvé la bichette? أين الجد هو وجد la bichette؟ وجد الضبية. Où le grand-père a-t-il trouvé la bichette؟ Où؟ طبعا نتكلم عن هاد أو. لا نتكلم عن أو تعني أين اللي عندها هاد أكسون. أما اللي ما عندهاش أكسون هذيك تتعني أو هذا أو هذا. هذيك تتعني أو هذا أو هذا. هل تختار هذا أو هذا؟ إذا نتكلم عن أو اللي ما عندهاش أكسون. أما هنا تنعنيو بها أو الخاصة بالمكان. المقصود هنا في أي مكان الجد هو وجد لبيشات. Où le grand-père a-t-il trouvé la bichette? Eden, il l'a trouvé dans la forêt. Eden, je l'ai trouvé hier dans la forêt. Alors, le grand-père a trouvé la bichette dans la forêt. Dans la forêt. Voilà, dans la forêt. Eden, elle jette d'où elle jette la bichette, fil rabat. La bichette a-t-elle peur de Mina? La bichette a-t-elle peur de Mina? La bichette Adobaya a-t-elle peur de Mina? Elle a un خوف من Mina? Bien sûr, la bichette a peur de Mina. La bichette a peur de Mina. Et dans chez un tabiri, la bichette a un خوف من Mina. ولكن كما رأينا بعدما تكلمت مع Mina بشكل هادئ إذن طبعا اقتربت منا هاد لبيشات.
وبدأ الخوف يزول شيئا فشيئا. إذا نستأنف مع باقي الفقرات في الحلقة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله. Elle a mérité une récompense. Elle a mérité une récompense. Viens avec moi, Mina, dit grand-père. Ils s'en vont au jardin, oh, dit Mina. Au milieu du jardin, dans une cage, il y a une...